والآن إلى جولتنا على الصحف، أبدأها من صحيفة الأخبار التي كتبت اليوم ابن سلمان نواف سلام مرشحنا. بحسب ما نقل عن مسؤول عربي كبير زار السعودية أخيرا، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طارحا عليه ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته، رفض الأخير تقديم أي مساعدة للبنان، مشيرا إلى أن بلاده دفعت 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان وهي غير مستعدة لتكرار التجربة، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم. وقال بن سلمان لضيفه: نحن لا نثق بسعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، ومن يطمئننا نحن والأمريكيين هو نواف سلام. كلام محمد بن سلمان عن دعم نواف سلام يمكن عطفه على كلام تردد أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد هيل قاله للرئيس نجيب ميقاتي على مائدة الإفطار عندما زار بيروت، ونقل عن هيل قوله أن الأزمة في لبنان حادة إلى درجة أنها لا تحل إلا باستقالة ميشيل عون أو تنحي سعد الحريري. ولكن بما أن استقالة ميشيل عون غير ممكنة لأسباب شخصية وتاريخية، قد يكون الحل بتنحي الحريري. عندها سأل هيل ميقاتي: لماذا لا تتولى أنت رئاسة الحكومة؟ إلا أن الأخير رفض ذلك. لكن عندما سئل ميقاتي عما نقل عن لسان هيل نفى ذلك نفيا قاطعا، محيلا سائليه على الرئيس فؤاد السنيورة والنائب ياسين جابر اللذين كانا على مائدة الإفطار قرب ميقاتي وهيل. أيضا في صحيفة الأخبار: هل تؤدي كورونا الوزيرة إلى كف يد غادة عون؟ رغم أنه من غير المحسوم ما إذا كانت القاضية غادة عون ستمثل أمام هيئة التفتيش القضائي أو لا، فأن الهيئة ستطلب بعد مثول عون أمامها من وزيرة العدل كف يد القاضية عن متابعة ملفاتها، ما يعني عمليا وضعها بالتصرف. لكن الوزيرة ماري كلود نجم لم تكن لتوافق على توصية التفتيش، ولأن وزيرة العدل أعلنت أمس إصابتها بكورونا وفوضت صلاحياتها إلى المديرة العامة للوزارة رولا جدايل المقربة من المستقبل، فإن الأخيرة قد لا تتأخر بالموافقة على طلب الهيئة. وفي تلك الحالة لن يكون بمقدور عون القيام بأي عمل قضائي، وسيتوجب عليها تسليم كل ما صدرته من أدلة ومستندات وأجهزة. وفي السياق نفسه قال صاحب شركة مكتف لشحن الأموال ميشيل مكتف للأخبار إنه تقدم بالدعاء على القاضية غادة عون وعدد من المتظاهرين الذين اعتدوا على ممتلكات الشركة، مشيرا إلى أنه ادعى على عناصر أمن الدولة أيضا. وعلمت الأخبار أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنب فرع المعلومات أمس بسبب اعتداء قوته الضاربة على المتظاهرين الذين دعموا القاضية عون في محيط مقر شركة مكتف في عوكر. ومن صحيفة الأخبار إلى صحيفة الجمهورية، وفيها القضاء الأعلى إلى تصريف الأعمال أيضا. لاحظت مصادر مطلعة أن السياسة تكاد تكون غائبة كليا في هذه الأيام عن المقار الأساسية في البلد، حيث لم تسجل أخيرا أي حركة منتجة في اتجاه تشكيل الحكومة التي يبدو أن أمرها بات في مهب المجهول. ويتابع المقال: نبهت هذه المصادر عبر الجمهورية إلى أن الوضع العام مستمر في التحلل نحو تحت تأثير المراوحة، لافتة إلى أن أخطر ما حصل أخيرا هو تمدد الفوضى والشرذمة إلى الصرح القضائي، وأبدت خشيتها من أن تنتقل عدوى هذا الواقع المتجذي إلى الأجهزة الأمنية التي قد تعصف بها أيضا الرياح التي هبت على السلطة القضائية. وحذرت المصادر من أن موعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى اقترب، وسيكون من المتعذر تشكيل مجلس جديد إذا لم تتم ولادة الحكومة قبل هذا التاريخ، خصوصا أن مجلس الوزراء يتولى تعيين عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزارة العدل، ما يعني أن الشلل سيصيب أيضا هذه المؤسسة التي ستنضم حينها إلى نادي تصريف الأعمال أيضا. أيضا في صحيفة الجمهورية عن الواقع الاقتصادي الذي سندخل فيها الآن، كلام دياب رفع منسوب القلق: العزلة المالية اقتربت. بعد أقل من 24 ساعة على التحذيرات التي أطلقتها موديز وأشارت فيها إلى احتمال قطع العلاقات بين المصارف المراسلة والمصارف اللبنانية في حال بدأ الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان المركزي، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موقفا حاسما أعلن فيه بوضوح أنه لن يوافق على وقف الدعم قبل بدء العمل في البطاقات التمويلية. ورأى مراقبون أن موقف دياب جعل مسألة وقف الدعم معقدة، وبات من غير المعروف إلى متى ستستمر، في اعتبار أن رئيس الحكومة
المستقيل اعترف بأن تمويل البطاقات غير متوفر وغير متفق عليه حتى اليوم، وكشف دياب أنه تلقى وعدا من دولة قطر بالمساعدة في هذا المجال، وبالتالي ينبغي انتظار الجواب القطري ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى البطاقات التمويلية التي ستكون مخصصة لمساعدة العائلات المحتاجة والتي أصبحت أعدادها كبيرة بعدما كشف البنك الدولي أن 55% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر. أيضا ضمن الإطار نفسه في صحيفة اللواء، دياب يشترط البطاقة قبل رفع الدعم. أكد الرئيس دياب أنه لن يقبل برفع الدعم قبل بدء تنفيذ البطاقة التمويلية، مشددا على أن أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة. جاء ذلك خلال ترأس دياب في السرايا اجتماعا اقتصاديا في حضور نائبته ووزيرة الدفاع زين عكر ووزراء الشؤون الاجتماعية رمز المشرفي، الاقتصاد والتجارة رول نعمي، والطاقة ريمو غجر، ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة النائب فريد البستاني، ومقرر اللجنة النائب علي بزي، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. وأطلعت الهيئات الاقتصادية الرئيس دياب والوزراء على الورقة التي أعدتها، وتتضمن مقترحات وأفكار في موضوع ترشيد الدعم في إطار تنسيق المواقف بين الحكومة والهيئات الاقتصادية. وهذه الورقة التي تم إعدادها والتي أيضا تم إطلاع الرئيس دياب عليها، وكانت قد أعدتها كان قد أعدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي للإضاءة على هذا الموضوع وما هي الاستراتيجية المتبعة، وأيضا أجواء الاجتماع الذي حصل بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. ينضم إلينا مباشرة شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي. صباح الخير أستاذ شارل. صباح النور لك وللمشاهدين. امبارح كنت باجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وأيضا عدد كبير من الوزراء، وبالتالي كان البحث في مسألة ترشيد الدعم لأنه هذا الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التطويل. فبداية، ما هي أبرز الأمور التي خرجتم البارحة منها من الاجتماع قبل الدخول في تفاصيل الورقة التي أعددتموها والتي قدمتموها لرئاسة الحكومة؟ بداية بس خليني صحح شيء مرق بالتقرير أو بإحدى الصحف. المجلس الاقتصادي ليست الهيئات الاقتصادية، الهيئات الاقتصادية هي جزء من المجلس الاقتصادي، بس نحن ما كنا عم نحكي أبدا باسم الهيئات الاقتصادية. نحن كنا عم نوضع عند دولة الرئيس مثل ما عملنا عند الرئيس بري وعند فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا خلاصة عمل تشاركي دام حوالي 6 أسابيع، وهذا مدخل لإعادة يعني توجيه الدعم. طبعا هذه أفكار إجت من أكثر من 25 خبير وممثل لكتلة نيابية، وصلنا إلى خلاصة معينة وخارطة طريق عن شو هي النظرة اللي نحن بنشوفها لإعادة توجيه الدعم. طبعا في كلام بالبلد على هل ممكن أنه يتوقف الدعم قبل ما تطلع البطاقة، أكيد مش وارد هذا الكلام. عم نحكي نحن عن تزامن كلي بين إطلاق البطاقة التمويلية والرفع التدريجي للدعم، حتى الدعم ما بيقدر ينرفع على كل المواد بنفس الطريقة، وما رح ينرفع مبدئيا حسب توصياتنا، لأنه نحن بمجلس الاقتصادي والاجتماعي نحن لسنا سلطة تنفيذية، نحن نوصي نبدي الرأي والمشورة إلى الحكومة ونضع الأمور للنقاش العام لنفتح النقاش العام، خاصة بعملية تشاركية مهمة بتطال كل الناس وبتطال كل الفئات المجتمع. نعم، رح ندخل ببنود هذه الاستراتيجية، ولكن قبل عم بتقول بأنه القرار حاسم بأنه لن يرفع الدعم أو لن يتم البدء بترشيد الدعم ما لم يتم التوافق أو الحصول على البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقرا وبالتالي البدء العمل فيها، ولكن مصرف لبنان بيقول بأنه هو عنده فقط حتى نهاية أيار بيقدر بأنه يكمل بالدعم، فكيف بدكم تجبروه أنه يكمل بالدعم في حال البطاقة التمويلية ما أصبحت جاهزة أو تمويلها ما أصبح جاهز؟ وبالتالي كيف بدكم تحطوا مصرف لبنان أمام أمر واقع بأنه يكفي بالدعم وهو عم بيقول أنه مش قادر بقى يدعم؟ أول شيء في تكامل بالعمل بين كل أركان الدولة. نحن عم نبدأ مثل ما قلت لك المشورة. خليني أوضح الفكرة. اليوم الحكومة اللبنانية، نحن اللبنانيين عم نتكلف على موضوع الدعم حوالي 5.2 مليار دولار بالسنة. هذا الواقع الحالي هلأ. عم نحكي طبعا بنزين، كهرباء، مزوط، مواد غذائية، قمح وغيره. طيب، هودي 5.2 مليار ولا ممكن ينزلوا من 5.2 للصفر. هيدي يعني عم تحكي انت عن انهيار اجتماعي، وبعتقد ما حدا بيتحمله، ما في لزوم له، مش مضطرين نروح هالقد.
هلا طبعا عندنا ملاحظات وعم نقول ليش ما بلشت هالعمليه وهالمسار من قبل، وليش ما استدركت الحكومه وهالحكومه والحكومات اللي قبلها وكل المسؤولين. هلا نحن اليوم هون العمليه مش كباش مع مصرف لبنان او ضد مصرف لبنان، هي نفكر كيف فينا نطلع من هالمأزق. نحن اللي عم نطرحه هو الشيء التالي، اول شيء التزامن، بس بدنا نبلش نخفف تدريجيا الدعم الموجود على بعض المواد، تصحيح السياسي والمقاربة بموضوع الكهرباء، بموضوع المازوت، بموضوع البنزين. طبعا هذا الشيء غير شعبي، بس طبعا أنت بتستهدف الطبقات الفقيرة المستحقة من اللبنانيين، ساعتها بتقدر تعود أنت عن هذا الهامش. كمان في عندك موضوع التهريب اللي هو أساسي بورقتنا، ما ممكن نضل نحن ندعم ومن جهة تانية التهريب ماشي. فبدك توصل الأسعار بالبلد إلى مستوى معين ما يعود جاذب للتهريب، بس من ناحية تانية ومباشرة عم بتفوق على الشق الاجتماعي وتعود عن المواطنين الأكثر فقرا واللي ما عندهم أحكام أعمال، العاطلين عن العمل وغيره. مقاربتنا نحن استراتيجيتين، استراتيجية أول شيء لها علاقة بكل منتج كيف تدريجيا عم نقترح أنه نخفض الدعم عليه، بس من جهة أخرى في إجراءات سريعة بدها تتاخذ، وهيدي كمان عملية نقاش كبير بالبلد، على رأسها موضوع تصحيح الحد الأدنى للأجور، على رأسها تصحيح بدل النقل للموظفين والعمال. نعم أستاذ شار، هن استراتيجيتين رح نفوت بالشق الإصلاحي يلي هو موجود بتاني استراتيجية. خلينا بالاستراتيجية الأولى يلي أنتوا قدمتوها بخطتكم، نعم. يلي هي بتقول حسب يعني بشكل مختصر عن كل مادة بتهم العالم، يعني خلينا نبلش بالمحروقات، البنزين، المازوت والغاز. شو هو النظرة هولي يعني من أساسيات عيش المواطن؟ كيف صحيح. ما هو اقتراحكم للتصرف مع هذا؟ الاقتراح هو التالي، البنزين أول شيء أنه تدريجيا يعاد تسعير البنزين، بس الفرق اللي بده يزيد على البنزين بده يكون مباشرة موجود بالبطاقة، هيدي أولا. بموضوع المازوت عم نقترح نحن أنه الأول سنة ما يعني يغلى أو يوقف الدعم على المازوت، يصحح بشكل طفيف بس لحتى ما نخفف من إمكانيات التهريب، لأنه المازوت ما تنسى في له ثلاث تداعيات. اولا في له موضوع التدفئه بمواسم الشتاء، اثنين موتورات الكهرباء خاصه اذا ضلت كهرباء لبنان ما تقدر تامن يعني الساعات اللي لازم تامنها، وثلاثه المازوت يعني صناعه، لانه نحن بدنا نحافظ على خصوصيه القطاع الصناعي ونحافظ على تنافسيته لحتى نقدر كمان نضلنا بموضوع الانتاج والتصدير وغيره، فالمازوت له خصوصيه اكثر من غيره. الغاز كمان لا يخفض الغاز، الاهم شيء هو موضوع القمح، موضوع القمح والطحين. نحن اقتراحنا انه يضل الدعم مثل ما هو، لانه هذا له علاقه بالخبز، بس خلي يكون بالخبز العربي، مش ندعم الطحين لحتى نهرب مواد لبرات لبنان. هو لانه 130 مليون رقم صغير لدعم 135. فلهيك يمكن نعم. ما راح ياثر كثير. طب بالنسبه نعم. للشق المتعلق بالادويه، بس بدك تسمح لي احكي بالكهرباء، لانه نعم. بدي الوقت يسمح لي احكي بالمقاربه، يعني تفضل. التوجه الاستراتيجي الثاني، موضوع الكهرباء موضوع مزمن في لبنان وعلينا نحن كلبنانيين، وبعتقد أن المقاربات الماضية كلها يعني ما وصلت إلى ما كنا نتمنى. ما لا يجوز أن نضل الغني اللي عنده بيت 400-500 متر في لبنان، اللي عنده ساعة تريفازي ببيته يدفع كهرباء مدعومة. هيدي شغلة يجب أن تتوقف بأسرع وقت. شو بيمنع أن نصحح تعرفة الكهرباء لبعض اللبنانيين المقتدرين ونساعد اللبنانيين الغير مقتدرين اللي وضعهم ما بيسمح لهم أنه يضل عندهم كهرباء مدعومة بسعر قليل؟ ما بدها شيء، عملية تنظيمية. مش مزبوط أنه بدنا ناخذ القصة دكمة كلها سوا، لا مش مزبوط. نقدر نحن بشكل يعني متوازي نبلش البطاقة من ميل ونساعد الناس من ميل، ومن جهة تانية ناخذ إجراءات سريعة للمقتدر يساهم أخي من باب التكافل والتضامن. ما بقى نقدر استاذ شادي ابدا ندعم نمط عيش في لبنان. هيدي فلسفه الورقه، فلسفه المنتج اللي احنا عاملينه هو اول شيء مقاربه اجتماعيه اولا. نحن لا عم نشتغل سياسي، عم نشتغل سياسات، وما عم نعمل مقاربات ولا تصفيات حسابات. عم نقول وصلنا الى ما وصلنا اليه، ما شفنا مبادرات كافية لحتى نطلع من هالمأزق، بده يكون حدا يكون عنده الجرأة الكافية ليصارح اللبنانيين، بس من جهة ننتبه إلى الواقع الاجتماعي اللي هو الأهم. يعني هو تصحيح لواقع نعم هو تصحيح لواقع اجتماعي. ماذا أيضا في الاستراتيجية استاذ شارل بشكل مختصر لتوصل الفكرة للمشاهد؟ هلا الاستراتيجية الثانية اللي هي إجراءات متوازية لهذا الشيء، هو عندنا واحد العمل على دمج برامج المساعدات كلها سوا، مش 100 صندوق وصندوق له علاقة
البنك الدولي 246 مليون، والصندوق بيجي مساعدات من بعض الدول الصديقة مشكورة، لا بيندمجوا لحتى يكون عندهم كلهم سوا نفس المقاربة. نعم. اثنين، موضوع البطاقات، نحن بورقتنا اقتراحنا أن يكون البطاقة المساهمة هي بالدولار. هلا في وجهتين نظر تناقش، الحكومة وجهة نظرها مختلفة مش ويمكن عندها أسبابها وتبريراتها. نحن نقترح أنه مهم بالنسبة لنا اقتصاديا واجتماعيا يكون العملة اللي بدها تندفع فيها بالأول أقله بأول فترة بالدولار الأمريكي. ليه؟ نعم. لحتى نقدر نحن نرجع نضخ شوية دولارات بالسوق. طب الناس اللي بدها تروح على الATM تسحب 20 دولار من خلال هالبطاقة وهالمساعدة الاجتماعية، شو رح تعمل فيها؟ رح تروح تصرفها، وإذا صرفتها بنكون يعني بيتم إدخال الدولار إلى الاقتصاد اللبناني. أيضا كمان في تصحيح أجور، بيقولوا لك منين بدنا نجيبه، بيقولوا لك منين بدنا نجيبه. يا أخي هلا بنحكي التمويل الشق التالي. اثنين، في قضية كمان تصحيح بدل النقل بالمؤسسات الخاصة، وفي قبول من القطاع الخاص وفي كتير مؤسسات بلشت تعملها. في موضوع تصحيح الحد الأدنى للأجور كمان يا أخي بدك تحكي فيها. أولا في قطاعات قادرة، قطاعات بعد ماشي، المواد الغذائية، المحروقات، الأدوية، يعني قطاعات كتيرة، في قطاعات مضروبة. نحن عم نقول خلي يصير في تفاهمات مرنة بين أصحاب العمل والعمال للذهاب فورا الى تصحيح اخر الحد الادنى للاجر لحتى يقدر هالعامل كمان يستمر ويضل موجود بشيء بنسميه العمل اللائق لحتى نامن استمراريه. وهون برجع بقول لك المقاربه الاجتماعيه. نعم، بدل النقل وايضا الحد الادنى للاجور وايضا القطاع النقل كله بده تصحيح. ولكن استاذ شار يعني اليوم تمويله، السؤال الاخير، تمويله كيف سيكون؟ يعني بشكل مختصر كيف ستمول هذه البطاقه للبدء فيها؟ بس بدي احكي عن موضوع الاصلاح ورزمة كبيره من القوانين السريعه بس للمنافسه، قانون المنافسه، لانه هيدا مشروع يعني كبير ما بنقدر. ما هو لانه 100% بس لا ما كرمال بس اقدر اوصل الزبده هي. نعم، احكي لك على موضوع هو اهم شيء، الزبده تبعها كلها سوا هي الورشه التشاركيه والمقاربه الاجتماعيه، هيدي هي قوه هالورقه، وهيدا مطروح منتج مطروح للنقاش. بالنسبه لموضوع التمويل، طبعا هيدا العمل الحكومي بدها تقرره مش نحن، يعني هذا معمل تنفيذي له علاقة بالسلطة التنفيذية. امبارح سمعنا من دولة الرئيس كلام أنه أولا هني عندهم كمان مشروع عم بيخلصوه، إن شاء الله خلال 10 أيام بيقدموه لمجلس النيابة ونحن نطلع عليه ساعتها كلبنانيين. عنده دولة الرئيس بعض الأفكار طرحها أنه قد يكون الأخوة بقطر مستعدين يساهموا. طبعا نحكي عن السنة الأولى، بس بالنتيجة بدك تقسمهم، بده يكون في شقفة بدها تجي هبات، شقفة بدها تجي يعني قروض، وشقفة نحن بدنا نأمنها. هلا بتقلي منين نأمنها؟ صار لنا كذا سنة عم نأمن 5 و6 مليار، ما بقى فينا نأمن. إذا جرحنا لنصهم بنكون عملنا اكزرسيس مهم جدا، حطينا حالنا على المسار. وبعدين يبقى الأساس، إذا ما في استقرار سياسي، إذا ما في حكومة قادرة موثوقة، ما تعذب قلبك، نحن رايحين إلى انهيار اجتماعي. المطلوب سريعا خطوات بالسياسة، لأنه برجع بكرر للمرة الألف، ما في اجتماعي إذا ما في اقتصادي، وما في اقتصادي إذا ما في سياسة. على أمل الأخذ بهذه الخطوات وبهذه الاستراتيجية وبهذه الخطة لتسيير أمور الناس وعدم دفع نحو المجهول بالأيام المقبلة. شكرا لك شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي